لماذا ندرس التوحيد؟ برنج صارغمز بذنامجين توحيد دين سبق أورنياس توحيد أورنياس. نعم ندرس التوحيد لأنه حق الله العبيد. سببي توحيد الله تعالى وعدت نعم يردن خلقنا أسرنا كبولن حقي. أول الواجبات وأوجب الواجبات على العباد. إن برنج الله تعالى أذ يردن خلقنا نعم برنج واجب إذن ذادي توحيد. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. الله تعالى هيسبر عمل قولت مية دين آدم نعم توحيدي برجاء يدن توحيدي يرنيترن شن عمل القول وليا. ولا يدخل جنة لا موحد. جنة توحيد موحد آدم يعني توحيدي يرنيترن آدم دن بس قهيش كم غير مية. دعوة الأنبياء والرسل وبعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هم جلنا في خمر لرن بسنا Öwülünden axır qırtına çendi bedin peyğəmbərimizə çendi həmmə peyğəmbərlər dinə təvhidə çağırıb gəldilər. Təkfir al-hasanat, təkfir as-siyyat, səbəb li-şəfaətin-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm. Edən günah işlərini bağışlayır. Təvhid muvahhid adam Allah təala nəmə günah işlərini bağışlayır peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nəmə qiyamət gününə şəfaət olmağa haqqı olur. Sonra mümkün yəlqək insan fi't-tariq və yəsələk hal anta muslim? مثال شن يقول بارية خان بير ثنن ثورة ثن مسلمان مديسة هل أنت موحد ثن موحد يعني ثن توهيدير نيتري أنا عدم مديسة تقول نعم أنا موحد بذ هو ودي بذ نامه هو من توهيدير نير نيتري أنا عدم من موحد فيقول لك ما هو التوحيد كيف أكون مثلك موحد ثنن ثورة نادب من موحد بالمر نادب من توهيدير نيتري ملي توهيد نامدي بثورة نامدي ملي إذا عرفت التوحيد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه أنك موحد وإذا لم تعرف التوحيد نقول هذه شهادة الزور نعم مولا إذا دسن بلسن في خمر مدن ها هي لك دعوت بلن جلن نغني سن نعم سن حقيق موحد إذا دسن بالميان مرسن نعم يونو بر كلامي بر سوزو قايت تليان أذ شعياتنا نادورلق درجة شعياتنا لا إله إلا الله سوزنا برجع إتميان قرنش توليان ثم قد يسألك إنسان وأنت في الطريق يقول هل أنت مشرك؟ إذا بير ثورة يقول لثن مشرك يعني الله شارك ورتقش يعني عدم مثني بثورة تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك الله أصغني يعني من مشرك ده اللي يسلم طيب ما هو الشرك؟ إذا عرف الشرك هذا معناه أنه ليس مشرك وإذا لم يعرف الشرك قال الله لا أدري ما هو الشرك نقول لعلك واقع الشرك الأكبر أنت لا تدري عنه Eğer şirkin neyme deyin bilyen olsa neyme, bu adam şirkten daşlaşıyor. Allah Teala haf beluci sen şirki bilmeyen olsa, sen özün şirkin içinde gezip bilyen, Allah Teala ortak koşup gezip bilyen, hükmanı soruptu neyme, şirkin neyme deyin bilmeli. الآن عندنا رخصة القيادة أي إنسان يريد السوق السيارة لابد الحصول على رخصة قيادة هذه الرخصة تعطى لهذا بعد أن يعرف الأشياء التي لابد أن يأتي بها والأشياء التي لا يأتي بها كذلك الموحد الآن لابد أن يعرف الأشياء التي يأتي بها التوحيد وأوامر الله سبحانه وتعالى لابد أن يعرف المحرمات وعظم المحرمات الشرك حتى يكون موحد مسلم نعم مثال شين بر آدم سرجلك شادت نامسن على النامة بما أورد ليا نامة ذات در قدوان نامة ذات در إتمك بوليا إدر شلر ألق مسلمان آدم شركي توحيد أورن النامة توحيد الله تعالى بيرق لنا إمر لنا بليا شلر أورن يا برجاية يا وشرك تنام داشلاش يا شل ذاتلر أورن مثل بالمت نامة بول آدم شرك يا ده توحيد بالمان ولي بتبادلك برادش بليا نعم إذا أهم ما علينا أن نتعلم هو علم التوحيد. إن إساسي إن واجب بولن ألم بذن برنجبن أورن مرداد من نامة توحيد.